ايوه حاضر يا سيدي حاضر. اوعى كده دنيا. ابو يا دنيا خرجتي امتى انت؟ انت فين يا دنيا؟ الحمد لله على السلامة. دنيا ماما حبيبتي وحشتيني يا حبيبتي وحشتيني. انت اكتر. انت فين كل ده؟ معلش يا حبيبتي كنت مسافره في حته بعيد بس مش هسافر ولا اسيبك تاني ابدا 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 مش هسيبك تاني ابدا. بقول لك ايه؟ تعرفي ان هدومي كلها في الشنطه الصغيره بتاعتك؟ يلا بسرعه عشان تيجي معايا. يلا يلا بسرعه ما تتاخريش. انا هاخد البيت يا عبا غني. وانا ما اعترضتش يا رضوى، بنتك ومن حقك. كنتش فاكرة انك ممكن تبيعني بالرخيص قوي كده. يا رضوى انا راجل وحر. الرجولة مش صفة في البطاقة، الرجولة موقف. وانا كنت فاكرة ان انا اتجوزت راجل اتسند علي وقت الشدة. كفاكي تقطين بقى يا رضوى بقى. يا ست اتسرعت في التفكير وغلطت، هو ده اللي حصل. البساطة دي؟ انت ما تعرفش الفترة اللي فاتت عدت عليا ازاي؟ انا كنت بموت من غيركو. كانش العشم يا عبد غني. وكل ده ليه؟ علشان كنت بساعدك انك تسد الدين اللي عليك. انت بتعايريني يا بنت الناس؟ لا 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 لا، انا عايزه افهمك. انا اتسجنت عشانك. لا يا رضوى مش عشاني. انت اخترت اختيار بمزاجك وبتدفعي تمن. طلعيني انا بقى بره الحزب وسيبيني في حالي عشان انا مخنوق. الله يبارك لك. بس يا حبيبي لا يطقلك يعني. بس ما هو العايد في الفايت يبقى نقصان عقل. يلا يا دنيا يلا حبيبتي. قادرة اهو. لا مش عايزك واقف قلقان كده. الأرض مش معايا حد. ده الدكتور مجدي يعقوب بتاع الهاردات زي ما انت شايف كده بيعمل الهارد عمليه جراحيه. هو لازم يفكوا جوه البتاعه دي؟ اه ما هو لازم يبقى في جو معقم. هو الهارد لو شم تراب ولا عفره بيشيع ويبوظ والداتا اللي عليه بتطير. هو الجدع ده ثقه وفي؟ اتجرب قبل كده ما تقلقش. نشوف مجايبك. لا انا عمري خذلتك طيب؟ بصراحه لحد دلوقتي لا. طيب هخذلك اصبر ما تستعجلش جايه جايه يعني بس مش مع ده. ايه الكلام؟ عايزين نخلص المأمورية دي بقى، المحلات كلها قفلت، عايزين نروح. حالا يا باشا. هو بيخلص هو بيخلص. شفتوا الست اللي طلعت في التلفزيون؟ ست مين؟ مرات الدكتور اللي اتقتل، دي قلبة الدنيا.